ضمن أعمال الجولة الترويجية التي يقوم بها وفد اقتصادي بحريني بتنظيم مجلس التنمية بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية إلى جمهورية الصين الشعبية، انطلقت أعمال الوفد في ثاني المدن الصينية هانغتشو، وذلك برئاسة معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة وبحضور ممثلين عن القطاع الخاص. تعتبر البحرين تاريخيا إحدى المحطات التي تتقاطع مع طريق الحرير الصيني، واليوم تتلاقى رؤى وخطط المملكة الاستراتيجية مع الصين نحو التحول للاقتصاد الرقمي وتمكين التكنولوجيا للمساهمة في تطوير جميع القطاعات الاقتصادية التقليدية، وسعيا من مجلس التنمية الاقتصادية لتطوير العلاقات الاقتصادية الضاربة جذورها في التاريخ. التقى الوفد البحريني الاقتصادي في ثاني محطة ترويجية في مدينة هانغتشو الصينية بشركة جوليشيكا للتجارة الإلكترونية وشركة هيكفيجن المتخصصة في تكنولوجيا سلامة المدن والحلول التقنية للأمن والسلامة. لا شك هذه الزيارات تقوي الروابط البحرينية الصينية، ونطلع على جميع ما هو متطور من تكنولوجيا واللي تقدمه الشركات الصينية، ونشرح لهم عن البحرين والحوافز اللي يحصلون عليها في البحرين. وتفاجأنا أن كثير من هالشركات يستقربون من الخدمات اللي تقدمها البحرين، وأيضا أن البحرين يعني احتضنت كثير من الشركات. اليوم معانا وفد من غرفة التجارة، يتخيل لي هناك فرص أن يكون في تعاون مع الشركات الصينية، أما من ناحية التمثيل هذه الشركات الوكالة إلى آخره. طبعا على المواطن اليوم كان عندنا مثلا كمثال لقاء مع أحد الشركات الكبرى جوليشيك، نقلوا مركز الاتصال إلى البحرين، اليوم وظفوا تقريبا 100 موظف معظمهم بحرينيين، في أمل أن ينمو التوظيف عندهم إلى 400 إلى 500 موظف. طبعا هذا بيخلق 400 إلى 500 وظيفة حق المواطنين، من بعد ذلك هم أيضا لهم فرصة أن يكون لهم مستودع في البحرين، هذا بيخلق وظائف أيضا إضافية. فالنية من هالزيارة أن احنا نقنع هذه الشركات الصينية أن يكون لها وجود في البحرين وأن يكون لها فرص عمل. يتخيل للبحرين البحرينيين مؤهلين أنهم يكسبون هذه فرص العمل. ويسعى المجلس من خلال هذه الجولة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المؤسسات والشركات في الصين والقطاع الخاص في البحرين، بهدف خلق الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الصينية إسهاما في خلق المزيد من الفرص الوظيفية في السوق المحلية. هذا النوع من الزيارات تهدف الى الاطلاع على الموجود في الخارج، وهم بعد نقل بعض التجارب اللي تكون مهمه بالنسبه للاقتصاد عندنا، وهم بعد يكون يفكر فيها المستثمر البحريني. احنا ما نفكر فقط على شريحه اللي موجودين حاليا هنا، لكن احنا اليوم نمثل يمكن كغرفه تجاره احنا نمثل اليوم شريحه كبيره، فاحنا نرجع مره ثانيه الى بلادنا ونطلع الجهات المختصه بالفرص المتاحه في هالبلد وفي هالمجالات، على وعسى يكون فعلا في امكانيه التواصل. هذه هي المره الاولى التي تتاح لي الفرصة للحصول على صورة كاملة عن الانفتاح الاقتصادي في البحرين. إن أعمال شركتنا في الشرق الأوسط جيدة جدا، ونريد أن نقدم للشركات المحلية وعملائنا في الشرق الأوسط خدمات نوعية. نتطلع إلى توسيع استثماراتنا في الشرق الأوسط، وسننظر بعناية للاستثمار في البحرين. ومن المنتظر أيضا أن يوقع الوفد البحريني على اتفاقيات اقتصادية وعدد من مذكرات التفاهم مع شركاء من الجانب الصيني، وذلك على هامش منتدى البحرين هانغتشو للأعمال الذي سيستضيفه مجلس التنمية الاقتصادية هناك.